منتابع فقراتنا اليوم بعالم الصباح من خلال استضافتنا للبنان، لأنه اليوم لبنان كله عم بعيش مهرجانات وبدنا نحكي أكثر شو عم بيصير بالمناطق اللبنانية، بالتحديد ببيصور. أب على موعد مع مهرجان ببيصور 12 13 و14 أب. بصرنا أنه نستضيف باستوديو عالم الصباح السيدة منى العريدة، أنت رئيسة اللجنة الإعلامية بالمهرجانات، والأستاذ نضال ملاعب. صباح الخير، أنت أمين سر الرابطة الثقافية كمان يلي موجودين ببيصور. اسمحي لنا اذا من السيدات انه نبلش لحتى نحكي اكثر عن الرابطه الثقافيه، وبالتالي نشوف شو عم بيصير وصولا اليوم الى المهرجانات. تاريخ الرابطه تاريخ طويل، ابتدى من سنه 1961، يعني من 57 سنه تقريبا. تاسست الرابطه نتيجه جهود بعض الشباب ببيصور، وكان هدفها اجتماعي ثقافي فني ورياضي. وتطورت أكيد. كل مؤسسة تبزغيري يعني وتتطور معها من 61 تقريبا لسنة 80. كان في جهود جبارة من قبل الشباب لإنجاز أعمال كتير بالرابطة. أسسوا مثل مبنى صغير هيك، حاولوا أنه من خلاله يطلوا على الناس بمهرجانات ثقافية، بمهرجانات رياضية، بمهرجانات فنية. وأكيد إجت ظروف الحرب وقفت هذا مثل كل لبنان بسنة 90 أو 92 بالتحديد. عادت الرابطة بزخم كتير كبير بمهرجانات على مستوى حققت انجازات عاليه، استقطبت اقطاب كثير من الفنانين العمالقه بلبنان حتى من خارج لبنان يعني كمان، واستمرت على هذا المنوال لحد اليوم. واليوم نحن من كل سنه مهرجانات بيصور تصنف مهرجانات مميزه، ونتابع عده نشاطات منها ثقافيه ورياضيه، عندنا فريق رياضي كامل. وحاولت بهالفتره تاسس مبنى متكامل في صالة كبيرة. هاي الصالة طعنا كتير بالشق الاجتماعي بيصور، فيها أفراح وأطراح، وإضافة إلى مؤتمرات وندوات علمية وحوارية صحية عم تستضيف كل هاي الأمور، إضافة إلى مكتبة عامة كبيرة شملت عديد من الكتب. والشباب مركزين، واليوم إذا بنشوف بيصور اليوم من بعد هالدجاج الطويل، والفضل بيعود كمان على الهيئة الإدارية السابقة، واليوم هي الإدارية موجودة حاليا يا الأصل الأستاذ راجح حملاب مشكورا، عم يهتم كثير بهذا الموضوع، بموضوع الشباب بالتحديد، بموضوع الرياضة أكثر، والموضوع الفني نترك للناس. رح نحكي هلا عن الموضوع الفني ونحكي عن المهرجانات. بدي أضيف ذلك، في تعاون كثير جيد ووثيق بين البلدية بشخص رئيس السيد نديم ملاعب مع الرابطة، مع فعاليات بيصور بمجتمعات لا يحلو هذا النشاط بكل فرح وبكل. انتم كرابطه قديش بتضموا عدد مين يلي موجود بالرابطه، كبار صغار، كيف بتتقسموا مين بيشتغل؟ تتراوح الاعمار، يعني اللي اسسوا هذه المؤسسه الرابطه منهم انا استخارهم الله الله يرحمهم، ومنهم مازال موجودين بعضه عم يشارك بهذا النشاط، بعضه عم يشارك بالرابطه لحد اليوم، يجعل عمره طويل كمان، يعني صاروا باعمار كثير متقدمه انما ما زالوا عندهم هذا الشعور بالتعاون مع الرابطه الدائم. واكيد بتعتمد على لجنه استشاريه من الضيعه موجودين حاليا بيدعموا الهيئه الاداريه دائما وبيوصلوا الهدف المنشود مثل ما بيقولوا بتكامل كل جميع ابناء الضيعه. اكيد رح نحكي عن عدد النشاطات يلي عم بتصير، بس بهمنا هلا نركز على المهرجان. نعم. سنوات طويله صار له المهرجان، وبعتقد يعني وقت الواحد بيكون عنده هالقد خبره بهالمجال بنقول انه عم نتقدم، يعني ممكن انه يطال شق كثير كبير من المنطقه، بالاضافه الى يعني اختيار الاشخاص اللي عم بيكونوا موجودين بهالمهرجان. شو بتخبرينا عنها، 3 ايام او 4؟ نعم، يعني كونه مهرجانات بيصور هي سلسله نشاطات بتصير على مدار السنه تختتم بالمهرجانات، اكيد حيكون التركيز عليها، انما نشاطات متنوعة ما بين أعياد ثابتة ومناسبات مستجدة بتخلينا نحن دائما بحركة دائمة لنوصل للمهرجانات ليكون ختام العمل المستمر على مدى سنة. طبيعي من 1961 موجودين، نحن إذا بدك صرنا مخضرمين بهذا العمل، يعني إقامة المهرجانات والمعارض، الاختيار بيتم دائما بحضور الهيئة الإدارية بالرابطة الثقافية بيصور، وفي عنا عناصر وصلت لمرحلة معينة الرابطة تضم 400 أو 500 عنصر على الأرض، يعني بشكل خلية نحل. طبعا هلا ظروف شوي، ظروف الحياة شوي تأخرت، يعني حياة اجتماعية واقتصادية صعبة، فبس رغم كل شيء مشكور كل مين
عم بضحي بقد من وقته سباق طلاب جامعة، عناصر يعني محامية، أساتذة موجودين بالهيئة الإدارية عم بياخذوا يعني عم بيعطوا كل طاقتهم لحتى يقدموا في الموجود. يعني بالنسبة للمهرجانات نحن السنة عندنا برنامج كثير حلو عبارة عن 3 أيام، في سنوات سابقة كنا 10 أيام نروح، السنة بس رحنا شو في بخل السنة؟ لا شو عم بيصير؟ لا هو إذا بدك مضبوط، نحن يعني مش قصة بخل، قصة تعب، يعني في عندك مجهود كتير كبير، في عندك وقت، نحن 3 أيام مهرجانات بس صرنا من أول السنة طبعا. عم نشتغل من شي أسبوع بالضبط. افتتحنا معرض بيسور السنة الثالث، بدي واجه تحية لمدام جيهان العريض، هي مسؤولة عن المعرض، والكرم أستاذ فراس العريض كمان مشكور على جهوده، وأستاذ عماد وكل مين اشتغل على هذا النشاط، ومستمرين نحن يعني مانا بحالة ركود لحد المهرجان. إذا بدك يمكن نحن شهر إذا هلا يعني خليت نحن عم نشتغل 3 أيام بس من أنجح الليالي بإذن الله، مستندرينا 12 13 14 آب بإذن الله. أول ليلة بتحبي نحكي أكيد، لأنه إذا حدا منه عارف، حدا عم يسمع هلا لحتى يعرف شو عم بيكون يقدر يروح، لنحكي عن هالبرنامج اللي عم نستعد له ب 12 آب. نحن على موعد مع مسرحية موسم العز بالتعاون مع بلدية بدادون. أنا بهالإطار بدي وجه تحية للمخرج أستاذ نديم العريضة اللي هو عم بيقوم بإخراج هذه المسرحية، أستاذ الياس حوي كمان الناشط ببلدية بدادون، هو رئيس بلدية سابق. لأبطال المسرحية هن كتار بس بذكر أستاذ ضياء طرباي ومدام رنا حميدان. هذه المسرحية أول نهار رح يشارك فيها من البلدتين بيسور وبدادون، مشارك فيها عناصر رابطية عم تشتغل بكل جهدها لحتى يعني تعطي اجمل ما عندها اللي عودونا عليه. انا بدي بوجه لهم تحيه كمان. ب 13 اب نحن على موعد مع الفنان ملحم زين، الى جانب نخبه من الفنانين يعني من ضيعه ومن المنطقه. ب 14 اب اخر نهار نحن على موعد مع فنان ربيع جميل وفنانة مايا دياب باذن الله، واكيد مجموعه من فنانين كمان. عظيم الدخول للكل، كيف بيكون كيف التنسيق على الارض لكل هالاشياء اللي بالنسبه للاسعار تحديدا؟ مهرجانات بيسور تعودت، يعني كل حدا بيعرف انه بيتوجع مهرجانات بيسور هي اذا بدك موجهه للطبقه، مش قصه الشعبيه، قصه الناس اللي ما قادره تروح على المهرجانات المكلفه، كثير اسعار رمزيه. نحن بنشكر كل سبونسرز بتساعدنا احيان، احيان ما بيكون في سبونسرز، بيكون عندنا نحن دعم خاص، احيان يعني بنقدر نركلش مصروفنا على قدر ما بنقدر، بس اكيد في تعب بهذا الموضوع، بس نحن بهمنا انه نتوجه للناس قد ايه فينا نفرحهم، ما بنسال احيانا لا على تعبنا ولا قد ايه بنتكلف، المهم ضل الرابطه موجوده وتعطي احلى ما عندنا مثل ما عودتنا. فاذا الامور هي رمزيه، نحن عم نشوف شويه صور هون. ايه. هون شو هدول النشاطات اللي عم بتصير؟ الاسبوع بالضبط. أنا بس سؤالي كنت عم تذكرت في معرض، فأنت إيه كنت في معرض، هلا حنشوف بعده موجود؟ خلص نحن بقينا 4 أيام من الخميس للأحد الماضي، هي هون الصور عم بيقطعوا هلا. من رابطيين شاركوا بعدة مناسبات، برنامج تلفزيوني كنا عم نشارك فيه هون وربحنا طلعنا تانيين. برافو مبروك. المعرض استمر 4 أيام مرفق بالكيرمس يلي هو مخصص للأطفال. كمان كان عطفة شوي، نوع من الجو الفرح يلي نحن كلنا بحاجة له بضل هالظروف الصعبة. صحيح. هلا يمكن بيقطع بعد شوية صور، هلا عم بيقطع الصور نحن وعم نحكي. بدي تتابع مع النشاطات على مدار السنة، ذكرنا انه في نشاطات تانية على مدار السنة عم بتصير، شو فينا نحكي عن أهم المحطات؟ نحن ببداية كل سنة على راس السنة وعيد الميلاد بنعمل مثل حفل صغير هيك بدون بيجمع الأولاد بمناسبات، ما في مناسبة بتمرق إلا بنحاول نستغلها نحن من خلال الرابطة بالتحديد. عيد الأم كان في عنا صبحية لعيد الأم تميزت بحضور امهات، وحاولنا قدر الامكان نعمل وجبنا معهم. في عندنا مهرجانات مثل ما قلنا، في عندنا حفله سنويه تقام كل اخر سنه للرابطه، فكل هذه الامور بنجمعها كلها ونحاول نوصلها للناس بطريقه افضل. بدي احب اذكر بس بخصوص المهرجانات، يعني احنا عم نحاول كثير نخفف على الناس العبء المالي شوي،
فعم نستعين بسبونسرية مثل ما تفضلت وحكيت، انما الدخول رح يكون شيء رمزي، يعني الكارت ب 10,000 او 20,000 ماكسيموم، بحاول نأمن التكاليف بس مش اكثر. ونتمنى من الجميع الحضور لهذا المهرجان، لانه بالفعل هو تنظيميا ومساحه حلوه، ونتمنى من الجميع يساهمونا بهذا الموضوع ويكونوا موجودين. الكل رح بيكونوا مثل ما عم بتقول، يعني الناس بدها شوي هيك فسحه امل صغيره، صح. او شويه موسيقى او اغاني حتى تنسى وتكون مبسوطه، لانه كلنا بحاجه الى صحيح. هالموضوع بهالفتره هيدي. اللي عم بيصير اليوم انه يعني وقت عم بيكون في نشاطات ومهرجانات بالمناطق خصوصا بالضيع، قد ايه هالشيء عم بيشارك فيه الشباب؟ بدي اعرف دور الشباب بهالاطار هيدا، موجودين بيحبوا بيطلعوا على الضيعه، بيتركوا الضيعه، بيرجعوا بالشتاء، بيروحوا بالصيف، يعني كل هالامور هن الاساس. عنصر الحركه نحن بلاهم ما بنسوى شيء، هي اداريه لحالها تشتغل اكيد تاخذ القرارات، بس تنفيذ على الارض لو ما مساعد هدول الشباب يلي عم بيتركوا اهلهم وعيالهم جامعاتهم، احيانا بيطلعوا من الجامعه دغري من شغلهم دغري، بيروح بيدربوا ساعات. هلا نحن لانه بلشنا بالعد العكسي كل ليله في تدريب لوجه الضوء احيانا عشان يطلعوا احلى ما عندهم. هيدول الناس يلي بيروحوا بيعلقوا يافطات، بيروحوا بيعملوا الدعوات هني على الارض، بنعتمد عليهم. قدي ممكن نحن نتشكرهم؟ ما فينا نتشكرهم كفايه، ولكن نحن كمان بندعي انه يرجع العمل الاجتماعي، لانه كل مين عم يشتغل على الارض عم بيلاقي الفرق من ناحيه كل النواحي، النواحي النفسيه، التعاطي مع الناس، حتى الرابطه يعني عم تتشجع زياده، عم تكبر زياده بوجودهم، الشباب اساس كل شيء بالحياه. مزبوط مزبوط. شو فينا نحكي عن مشاريع مستقبليه، خطط يعني حاطينها للرابطه لحتى تكبروا وتتوسعوا، تقدروا يكون عندكم امكانيات اكثر لتحطوا خطط لقدام؟ نحن في تركيز كثير على الموضوع الرياضي والموضوع الاجتماعي. في برنامج مستقبلي بناء قاعة كبيرة عامة لكل أهل الضيعة توحد كل المشاريع فيها، وفي بلشنا بتحضير ملعب للفريق الرياضي، ملعب رسمي مساحة كبيرة، ملاعب بني فوتبول صغيرة، حدا عم نحاول نبني نموذج مدينة رياضية هيك دون إمكانية الضيعة. هذه الأهداف الموجودة حاليا أكيد بتضل مواكبة العمل الثقافي والعمل، يعني من خلال الرابطة نحن أقمنا عدة ندوات بتتبنى أي عمل مميز، إن كان بتوقيع كتب للشعراء، إن كان بأي ندوة علمية، ندوة فكرية، عم نحاول نستقطب كل هاي الأمور ونضوي على هذا الموضوع. اجتماعيا عم نحاول قدر الإمكان إذا الظروف المادية تسمح نكون في تعاون لبعض الأمور الإنسانية إذا قدرنا، بس إنما التركيز هلا على العمل الرياضي والفني. هو شيء كثير مهم التركيز على العمل الرياضي اليوم، نقطة مهمة. ذكرت موضوع الشباب، عم نحاول كثير نتجه صوب الشباب لحتى نجيبهم صوبنا كثير كثير ببناء هذا الموضوع بالرياضة، يعني أكثر شيء ممكن بجلسات توعية حول موضوع مثل بتعرفي اليوم مجتمعات مش موجود فيها. أقمنا عن ندوات من ضمن الرابطة لعناصر الرابطة وللفاعلين بالرابطة حول موضوع المخدرات وموضوع توعية على وعسى نقدر وصل رسالة. لا اكيد بنقدر، ما هي نقطة ونقطة ونقطة بيعملوا. انا بدي اقول لك اليوم يمكن الحرارة برا عالية شوي، بس الحرارة بيصير أكثر، يعني في خلية نحل متكاملة اليوم. عزتي عم نقول لهم اطلعوا على الجبل وروحوا. انا ما ادري شو صاير ببيصور. متوسطة الارتفاع بس فيها برود وفيها جو حلو. بيصور كل الفرق. بس انما فيها خلية نحل. مجموعة كاملة من الشباب تشتغل، يعني تدريبات اليوم بلشين من الساعة 10 الصبح لهلا، يعطيهم ألف عافية هلا. يعطيهم ألف عافية. المسرح بيتجهز، الإدارة، الإضاءة، كل هيدي المواضيع عم نحاول نستبق الامور ونجهزها. يعني طبيعتهم اهل بيسور بيعرفوا يعملوا الفرح ويصنعوا الفرح اذا مش موجود، بيعكسوه على المنطقه اللي حواليهم، والكل بيعرفنا، يعني عشان هيك شو فينا نستل نزرع فرح نحن مستعدين. ما نحارب كل شيء. لكن 12 13 و14 اللي ما عنده شيء، حتى اللي عنده شيء نحن ننطر يروح، لانه دائما في وقت ودائما في اشياء ثانيه على المنطقه. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم، شكرا لشاشه المستقبل. انا بدي اشكرك كمان، بدي اشكر تلفزيون مستقبل. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. رح ناخذ بريك وخليكم معنا.